وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة. إذن نرحب بك سعادة الوزيرة في نشرة الأخبار. بداية، ما أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة جلالة الملك المعظم مع اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية؟ أمس عليكم بالخير أختي الفاضلة وعلى جمهورنا الكريم. طبعا تأتي زيارة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية كإعلان لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية. وهذه الخطوة المحورية تعكس الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ولا شك طبعا في القطاع الصحي. وفي هاي الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة بمملكة البحرين واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ولا شك أن هاي المذكرة بتسهم في تنمية آفاق التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين عبر توطيد مسارات التنسيق والعمل لتعزيز النظام الصحي ومجال السياسات الصحية والصحة العامة. نعم. وفي إطار الأدوية الوقائية والخدمات الطبية بالإضافة لمجال الرعاية الصحية الأولية والبحوث الصحية المشتركة. طبعا نأكد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار ونقل التقنيات الحديثة في المجال الصحي، إلى جانب أهمية الدور المحوري للتبادل المعرفي وتبادل الخبرات في تطوير القطاع الصحي بين الجانبين والاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع الجهود الريادية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مملكتنا الغالية. نعم سعادة الوزيرة، مستقبلا ما أفاق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق في الصناعات الدوائية واللقاحات؟ طبعا تأتي هاي الخطوة المتمثلة بتوقيع المذكرة بهدف تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال الصحة، مع التركيز على تحقيق المصالح المتبادلة وتحسين جودة الخدمات الصحية. وإن شاء الله في الفترة القادمة نتطلع لتنمية وطن الاستفادة من الخبرات في مختلف الإطارات، في المستشفيات، مراكز الأبحاث، تبادل زيارة الخبراء والأخصائيين من خلال البرامج التجريبية، وتبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات والمعارض، وأيضا الفعاليات الصحية المشتركة بين البلدين وشعبيهم الصديقين. وبالتالي أيضا في مجال الصناعة الدوائية بما فيها الأدوية واللقاحات، وقد شهدت مملكة البحرين في السابق مشاركة مملكة البحرين في إحدى التجارب السريرية في المرحلة الثالثة للتجربة السريرية للقاح كوفيد-19 من ساينوفارم بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية. وإن شاء الله الآفاق مفتوحة للاستفادة القصوى وتعزيز نقل التقنيات الحديثة في المجالات الصحية بصفة عامة وتطوير القطاع الصحي بين الجانبين. نعم سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، شكرا جزيلا لك.